في الشأن المحلي، ألقى قسم شرطة سرمدة القبض على عصابة تمتهن سرقة الحقائب النسائية بواسطة دراجة نارية. لتفاصيل أوفى عن هذا الملف وهذا الموضوع بالتحديد ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مكتب التحقيق الجنائي في قسم سرمدة الرقيب أول علاء الدين الشحود. رحب بك حضرة النقيب. بداية معي في نشرتنا الإخبارية، حياكم الله. حياكم الله أخي. بداية يعني حضرة النقيب، يعني لو تحدثنا عن العصابة وذكرنا هذا الموضوع ضمن سياق النشرة، عصابة تمتهن خطف أو سرقة الحقائب النسائية خاصة وهي تعتلي دراجات نارية، يعني من حيث كيفية إلقاء القبض عليها، عدد أفرادها، إلى ما ذلك؟ حياكم الله أخي كريم. طبعا احنا عصابة مؤلفة من شخصين امتهنت نشل الحقائب النسائية في مدينة سرمدة، وطبعا من النساء ضمن شوارع مدينة سرمدة، وكانوا يستعملون الدراجات النارية أثناء النشل. لا. تم الكشف من قبلنا على الأماكن التي حصلت فيها عمليات النشل، ومن خلال متابعة الكاميرات وإفادة الشهود توصلنا إلى مقطع فيديو يظهر شخصية أحد السارقين، وبالبحث والتحري عن الشخص توصلنا إلى معرفته ومكان إقامته. تم تشكيل الدوريات المناسبة وتم إلقاء القبض عليه بفضل الله. نعم، يعني أنتقل إلى المحور الثاني في حديثي معك، يعني هل أفراد هذه العصابة التي تكلمت عنها هم من أصحاب السوابق؟ هل اقتصرت جنايتهم على سرقة الحقائب فقط أم أن هناك أمورا كانوا بصدد تنفيذها؟ يعني ما بعرف، أنتوا أكيد مطلعين على الموضوع خلال التحقيق، وفي أمور كثيرة طلعتوا عليها أو اكتشفتوها من خلال التحقيق معهم. نعم أخي الكريم، العصابي من أصحاب السوابق وأصحاب السمعة السيئة في براهم. جناياتهم لم تقتصر، يعني ما اقتصرت على سرقة الحقائب فقط، يعني هني كانوا بأكثر من أماكن يخططون لعمليات نشل أو سرقة. نعم، يعني دعني أختم معك يعني بسؤال أخير لو سمحت. يعني لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة السرقة، يعني ألا يوجد إجراءات حازمة لردع مثل هؤلاء وكفهم عن السرقة؟ يعني ونحن داخل المناطق المحررة، يعني نلاحظ في الآونة الأخيرة ضبط الأمن، لكن انتشار مثل هكذا ظاهرة يعني تسبب هلع وخوف بين صفوف المدنيين. طبعا نحن بتوجيهات من السيد قائد شرطة سرمدة كثفنا دورياتنا الليلية بالآونة الأخيرة في مناطق عملنا، وتمكننا من مراقبة المشبوهين وأرباب السوابق في المنطقة. ونعد أهلنا في المحرر سنبقى العين الساهرة على أمنهم بإذن الله تعالى. نعم، في نهاية حديثنا معك لا يسعنا إلا أن نشكرك الرقيب أول علاء الدين الشحود رئيس مكتب التحقيق الجنائي في قسم سرمدة، كنت معنا عبر